بادر الهلال الأحمر لولاية مغسكر بتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، أين لاقت المبادرة استحسانا كبيرا من قبل المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة الصعبة، كما قدموا نصائح لإخوانهم المواطنين باتخاذ كافة احتياطاتهم لوقاية أنفسهم والمحيطين بهم. غنية غلمي عاد بالتالي. المبادرة اللي يتخذها الهلال الأحمر مبادرة طيبة، وهذه تعاون الناس باه يبعدوا على هذا الفيروس هذا اللي راهي يحطم في الناس هذا، ونشكروهم ونقول لهم بارك الله فيكم. نشكركم على المبادرة الطيبة والحسنة في ميزان الحسنات إن شاء الله. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. أخي المواطن، أوصيك بوضع الكمامة لأنها مفيدة لك ولأسرتك وللمجتمع الجزائري. مبادرة جميلة كون ابريسي بوكو، وثاني على المواطنين باش كي بورت سيت هادو لي بافيت للوقاية. فوالا، توزيع هذه الكمامات على المواطنين وهذا حفاظا على اولادهم وعلى صحتهم، وهذا بترشيدات من السيد الولي اللي نشكروه الشكر الجزيل على هذه المبادرة والمبادرات اللي قام بها في الأيام السابقة.